مساء الخير، مشرفينا في صالون علمانيون. صالون علمانيون هي الفعالية الثقافية رقم 70 النهاردة بالنسبة لحركة علمانيون في القاهرة. صالون الأسبوع ده ضمن سلسلة صالونات التثقيف العلمي، ولأن هدفنا هو نشر الثقافة التنويرية فبكل تأكيد لا يمكن أن احنا نشتغل على هذا الأساس بمنأى عن العلم والعلوم، على الأقل الإلمام بتاريخ العلم. يتعاون مع حركة علمانيون منذ فترة دكتور علاء عبد اللطيف أستاذ الفيزياء النووية في الجامعة الألمانية، ويتعاون معنا في مجال التثقيف العلمي تحديدا. دعوني أقتبس منه عبارة كنا بندردش في تليفون من يومين، فكان بيقول لي عن الأوضاع اللي بتحصل وكل هذا اللغط الموجود. كان دايما بيقول أن التطرف والأفكار أو الخلافات الفكرية دائما تقف صغيرة أمام العلم. موضوع صالون هذا الأسبوع هو النظرية النسبية لأينشتاين، ويمكن بيتبادر لأذهاننا على طول إحنا بنشرح ليه نظرية النسبية لأينشتاين، وهل التعريف بالنظرية للمواطن البسيط ذات أهمية؟ هي النظرية دي، النظرية النسبية، لم تكن فقط ثورة في الفيزياء، في العلوم الفيزيائية أو الكونية، ولكن هي كانت ثورة في الفكر البشري وعلى كل الأصعدة، السياسية، الاجتماعية، أيا كان. فالتفكير النسبي والتفكير العلمي هو محور أساسي بالتأكيد إذا كنا جادين في التقدم الحقيقي. هي نظرية في الطبيعة، والإنسان جزء من الطبيعة. أنا مش هطيل على حضراتكم، أنا عارفة أن حضراتكم في انتظار صالون دكتور علاء عبد اللطيف. شرفتني يا فندم. شكرا جزيلا للمقدمة الجميلة اللي انت عملتها لنا دي. مساء الخير، بعتذر لحضراتكم جميعا على التأخير. أنا لست ممن يتأخرون، أعتقد أن الناس اللي بتحضر معايا باستمرار يعلموا عني هذا يعني. وأنا اللي منعني أو أخرني يعني زي ما بيقولوا الشديد القوي، فأرجو أو أن تقبلوا اعتذاري عن هذا التأخير، وأنه حضراتكم كنتوا قلقين ربما أجي أو أنه اللقاء بتاعنا ما يتمش. على أي الأحوال، أنا سعيد بأن أنا شايف كمان وجوه جديدة. النظرية النسبية واحدة من الإنجازات اللي تمت في الفيزياء، الإنجازات الكبرى يعني، بالرغم من أنها لم تؤهل أينشتاين للحصول على جائزة نوبل. يعني أينشتاين خد جائزة نوبل عن موضوع تاني مختلف تماماً، اللي هي الظاهرة الكهروضوئية أو الفوتو إلكتريك إفكت اللي قدر يفسر. والحقيقة اهتمام أينشتاين بالنظرية النسبية الخاصة والعامة جعلته في يوم تسلمه لجائزة نوبل أنه ما كانش موجود في السويد وما راحش، وحد تاني اللي استلم الجائزة بالنيابة عنه لأنه كان عنده موعد سابق بمحاضرة في اليابان. ففي المحاضرة اللي في اليابان دي كان بيتكلم باللغة الألمانية، وكان في راجل تلميذ لي أحد الفيزيائيين الآخرين كان بيشتغل مع أينشتاين لمدة كام سنة بيعمل معهم دكتوراه، وهو ده اللي تولى ترجمة المحاضرة ثم نشرها. كان بيقول فيها أينشتاين: أنا ليه عملت النسبية؟ بس أنا مش هقول لكم على طول هو قال ليه عمل النسبية، أنا عايز أبدأ مع حضراتكم بدري شوية عن كده، لأنه الحديث عن النسبية الحقيقة ياخد مننا مرتين مش مرة واحدة، فإحنا لازم نقسمها كده على جزئين. الجزء الأول لابد أن نتتبع تاريخ، إحنا اتكلمنا في تاريخ العلم كتير، وقلنا أن عندنا أرسطو بما كان يصنع وأراؤه، هو كان اجتهاد، هو اجتهاد أرسطو والإغريق عموما. إحنا للأسف الشديد أنه جدودنا الفراعنة مثلا لم يتركوا لنا أي مخطوطات أو شيء مسجل عشان نعرف العلم اللي هم عملوه عملوه إزاي، لكن الإغريق كتبوا، فعشان كده وصل الكلام اللي هم كانوا بيقولوه. هم كانوا بيعتمدوا على الاستنتاج المنطقي فقط، أو يعني كانوا بيؤمنوا بأن الرياضيات هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن يضعوا نموذجا كونيا ونفهم الكون من خلاله. شيخ الجماعة دول كان أرسطو، وظلت أفكار أرسطو مسيطرة على البشرية لمدة طويلة جدا، ثم حصنت زي ما اتفقنا مع بعض بآراء الكنيسة فبقت كارثة كبرى.
لأنها لم تعد إنتاجا بشريا، وإنما أضفي عليها بقى قدسية العمل أو التوجه الديني. فمن هنا وقفت هذه النظرية أو نظريات أرسطو الخاصة بالفيزياء بالذات بالطبيعة، اللي بتتلخص في أنه لو حبيتوا نذكرهم بسرعة مش هندخل في تفاصيل لأن احنا قلنا ده هنا كتير قوي. واحد، أنه مادة الأرض مختلفة عن مادة السماء، الأرض فيها أربع مكونات رئيسية، السماء هي المادة الخامسة، السماء هي المادة اللامعة اللي عشان فيها نجوم يعني كتير حاجات زي كده، وأنها تامة الصنع مكتملة التنظيم. فقبلت هذه الفكرة يعني من الناحية الدينية كانت مقبولة جدا، لأنه أن تكون السماء منتظمة هذا الانتظام فده شيء عظيم جدا. أي حد شاف تغير في السماء بيحصل اعتبروه من الزنادقة ومن الكفار، لازم خرج عن الملة، فلازم كان يتحاسب فيترمي في النار مفيش مانع، يتشوي مفيش مانع، يتقتل مفيش مانع. فدي مرحلة من المراحل. النقطة الثانية اللي قالها أرسطو، قال إن الأجسام تقول إلى الثبات، أو أن تقول إلى أن تكون في حالة استقرار. والواقع أنه زي ما شرحت لحضراتكم المحاضرة اللي فاتت أنه جاليليو قال لا الكلام ده مش مظبوط، أنه جاليليو الحقيقة كان مشيلنا زي ما اتفقنا مع بعض على كل أراء أرسطو بإيه بأستيك، فقال له لا ده كلام مش مظبوط، الرأي اللي أنت قلته أنا بتكلم بسرعة أنا آسف، لكن يعني عشان ندخل في الموضوع بتاعنا بس كان لازم هذا الارتداد التاريخي شوية لأنه مهم جدا. فجاليليو قال أنه الأجسام تقول إلى أن تظل على حالتها في حركة أو سكون ما لم تؤثر عليها إيه قوة خارجية. استطاع جاليليو أنه يبطل أراء أرسطو وانتقلت إلى طي النسيان، لأن كل كلمة قالها جاليليو أقام عليها الدليل التجريبي، ومن هنا كانت بداية الفكر التجريبي للبشر بقى. أنه لن نصدق أمرا ما لم نقيم له إيه تجربة تثبت هذا الصدق. ادعي ما شئت ولكن عليك أن تثبت صحة ما تدعي بالتجريب. وأنا أعتقد أنه في تراثنا المصري مثل شعبي يجسد الطريقة العلمية، اللي هو قالوا الجمل طلع النخلة، قالوا آدي الجمل وآدي النخلة ورينا بقى هيطلع إزاي. فادعي ما شئت ولكن عليك أن تثبت بالبرهان، اللي هو مش البرهان بقى المنطقي العقلي الرياضي فقط، وإنما عليك أن تثبت بالتجريب، إنك تقيم تجربة تقدر تثبت بها صحة ما تدعي. جاليليو قدر يصيغ المعادلات الأولى في الميكانيكا اللي هم حضراتكم ربما تكونوا كلكم مريتوا بيها وانتوا في الثانوي، اللي هي الأربع معادلات المشهورة أو الثلاثة اللي احنا في مدارسنا في مصر كنا بندرس منهم ثلاثة فقط، اللي هي معادلات الكايناماتيكس أو الكيناماتيك، اللي هي السرعة اللي بتساوي السرعة الابتدائية زائد العجلة في الزمن. بعضكم عارف الكلام ده أو نسيه على أي لحن نذكره، ثم مربع السرعة بيساوي مربع السرعة الابتدائية زائد 2 للعجلة في الزمن وهكذا. هذه المعادلات توقف فيها جاليليو عند استخدام الجبر فقط. لما بدأ يروح لحالة من الحركة أصعب من كده اللي فيها العجلة أو التسارع متغير مش ثابت، الأربع معادلات دول أو الثلاثة دول كانوا فيها العجلة ثابتة، فكان بيستلزم ده دخول نوع جديد من الحسابات، الحساب القديم وحساب الجبر والتقابل اللي كان عامله الخوارزمي، الجبر والمقابلة عشان نستخرج الايه المجهول. وحضراتكم كلكم وانتم صغيرين بتحلوا المسائل الخاصه بالكيناماتيكا بالذات، الجماعه اللي كانوا بيدرسوا علمي كنت بتقعد تشطب المعلوم المعطى ليك ويتبقى لك المجهول، فتحاول تدور على المجهول من المعادله، يبقى انت بتحل معادله جبريه بالمقابله. الحقيقه انه لما كان الحركه فيها عجله متغيره، هنا وقف جاليليو، كانت حدوده عند المعادلات الجبريه، لغايه ما تدخل لنا الاب الاعظم للعلم الحديث اللي احنا نحمل في حياتنا في عصرنا الحالي اسمه، وهو سير إيزاك نيوتن، او بالعربي بنقول عليه اسحاق نيوتن. اسحاق نيوتن اسس لما يسمى بالفيزياء او بالعلم المادي، انه ماده ماتر وفورس وقوه، وبدا على بناء على هذا النموذج يفسر معظم الظواهر الطبيعية الخاصة بالحركة أو بالكون اللي احنا عايشين فيه. من النقطة دي بالذات أنا عايز أتوقف مع حضراتكم وننطلق منها للسؤال اللي أنا بوجهه دايما لمستمعيه،
مما يتكون هذا الكون الذي نعيش فيه. وهذا مدخل مهم جدا علشان نروح للنسبية. بيتكون من ايه الكون اللي احنا عايشين فيه؟ حضراتكم عايز اقول الاشياء ايه بيتكون من ايه؟ حضراتكم بصوا كده حوالينا حتى في الاوضه دي نقدر نلاقي ايه وايه وايه. اذا كان ماده وطاقه، الماده هي ما له كتله ويشغل حيز من الفراغ، ولو دخلنا جوه الكتله دي وسبحنا تحولنا، تخيلنا ان احنا تحولنا الى كائنات دقيقه جدا، هنلاقي نفسنا بنسبح في عالم من الاتومز الذرات، والذرات دي فيها الكترونات بتدور حوالين نواه، والنواه دي جواها في بروتونات ونيوترونات كده. ده الماده. اذا مجموع الذرات المتحده فيما يسمى بالجزيئات، ويعني كانه الذرات دي هي الاوض والجزيئات هي الشقه والشقق هي البيت، وهكذا الماده تتكون في الاخر قدامنا. عند إيزاك نيوتن الماده هي اساس، يعني في فراغ مطلق بنسميه السبيس، والماده تتحرك في هذا الايه الفراغ. ما الذي يحرك هذه الماده في الفراغ؟ المؤثر الذي يؤثر على المتر الماده علشان تتحرك في هذا الفراغ سماها هذا المؤثر، او the effect that tends to change the state of motion. اسف بستخدم الانجليزي، هرجع تاني للعربي حال. الذي يعمل على تغيير حاله الحركه سماه قوه. سماه ايه؟ قوه. اذا عندنا ماده موجوده في هذا الكون، حركتها وسكونها دورانها وانتقالها اهتزازها ده كله محكوم بالتفاعل بين القوه والماده. ولا توجد قوه بدون مصدر. يعني لما واحد يقول لك بص القوه اللي قبل ما يقول لك القوه قول له مصدرها ايه. يعني نو فورس وذاوت سورس، لا توجد قوه بدون مصدر. وام نيوتن قال لنا ان مصدر القوه المؤثره على الاجسام هي اجسام اخرى، فالاجسام تتفاعل مع بعضها عن طريق هذه القوه. يبقى ما ينفعش جسم لوحده كده في المطلق في الفراغ نلاقيها غيرت من حالتها، لانه ما فيش حد تتفاعل معاه فتقدر تلاقي فورس. يو كان يعني ما تقدرش تلاقي فورس تاثر على الجسم وهو في الفراغ المطلق. اذا لابد للجسم ان يقترب من جسم ايه اخر، او ان يوجد معه جسم اخر. وكان زمان الاعتقاد ان هم يكونوا متلامسين حتى يدفع الجسم الف الجسم ايه باء، فلما يدفعه يؤثر عليه بايه بقوه. فقال سمى ده فعل، سمى ده ايه فعل. فألف أثر على باء أو واحد أثر على اثنين بفعل، فلابد أن اثنين يرد على واحد بإيه؟ برد فعل. ثم جاءت الطامة الكبرى أنه اكتشف قانون الجاذبية العامة. ده ما فيش هنا، هو هي الجاذبية بتشتغل. يعني حضراتكم لو أسقطنا دي معلش كده، هي كانت متصلة بالأرض ولا طايرة في الهواء كده؟ متصلة بالأرض ولا بعيد عن الأرض؟ إذا القوة هنا ما جاتش من اتصال جسمين زي ما كان بيقول نيوتن في اللي قبل كده. فحين طرح هذه الفكرة بعد ما كون مدرسة مؤمنة بأفكاره اللي هي إنه إن القوة تأتي من تلامس الأجسام، بدأ ندخل في معترضين. إزاي دول من بعيد يأثروا في بعض؟ فظهرت حركة مش مؤمنة باللي هو بيقوله، لكن دي على أي الأحوال فتحت المجال لتغير في الفكر البشري جبار. ازاي بقى؟ انه بدا يدخل على فكرنا ما يسمى بفكر المجال، ان يكون هناك مجال تخلقه الكتله الاولى، فاذا دخلت الكتله الثانيه في هذا المجال فبدون اتصال مباشر بين الكتلتين يؤثر هذا المجال على الكتله الاخرى فتشعر او تكسبيرينس فورس. إذن ليس بالضرورة أن يتلامس الإيه؟ الجسمين. بس البشر مش مدركين، مش مصدقين. جسم بشد جسم لازم يبقى بينهم حبل، سلسلة بينهم حاجة تشد ده لده. لكن إن يبقى الجسم ألف بيشد الجسم بقى بدون أي اتصال. طيب اللي حول الكتلة الأولى ده سماه إيه؟ افترضوا إن الكتلة الأولى دي الأرض مثلا، نتخيلها مع بعض. قال ده مجال، المحيط بالارض مجال، اسمه مجال ايه؟ قال مجال جذب الارض. ولكن هي الجاذبيه كما يكتب في الكتب العربيه
اللي الحقيقة بعيدة كل البعد عن المسألة العلمية، اجتهادات وميول ورغبات وحب وكره، وده مش في العلم. العلم نطرح الحقيقة كما هي وأجرنا على الله، لا تبرهن بها شيء ولا تبرر بها شيء علشان نرضي حد. احنا بنقول العلم الواقع، العلم الموضوع اللي هو بدون هوى ولا ميل ولا. كان يقولوا دائما على الجاذبية، يقولوا الجاذبية الأرضية، الجاذبية الأرضية، هو الأرض، الأرض دي نقطة في الكون. أنا والست اللي قاعدة جنبي دي بيننا وبين بعض جاذبية، ماس واحد في ماس اتنين على مربع المسافة، يعني الكتلة واحد في الكتلة اتنين على مربع المسافة اللي بيني وبينها، بيني وبين سعادتك جاذبية، وأنا بشدك وأنت بتشدني، بس بنشد بعض بجنيه والأرض بتشدنا بمليار جنيه. إيه يعني الجنيه جنب المليار؟ ما احناش حاسينه. هو الراجل العقل الملياردير ده بيحس بالجنيهات زي حضراتكم كده؟ لا، ملوش دعوه بالحكايه دي، مش هيحس بالجنيه. اذا بين اني تو ماسز، بين اي كتلتين في الكون، في قوه تجاذب اسمها قوه التثاقل. انا بفضل ان احنا ما نسميهاش جاذبيه بقى، لانه في الكهرباء جاذبيه. الشحنات الكهربيه الموجبه بتعمل ايه في الشحنات الكهربيه السالبه؟ طيب هو تجاذب بقى كهربي ولا تجاذب الكتل؟ يعني نقول ايه؟ فلا مانع ان احنا نسميها التثاقل. مش انت بتحس بالجاذبيه بتقل؟ مش ده يبقى تقيل لما الجاذبيه تشد اكتر تقوم حاسس بيها بتقل لما احط واحده اتقل من دي؟ يس او نو؟ مش ده اللي هيحصل؟ اذا خلونا نسميها التثاقل، وتبقى حاجه جميله نحطها برضو في لغتنا دي اللي غلبانه، اللي مش عارفين نحط لها مصطلحات من زمان، تايهين لدرجه ان احنا بقينا محتارين نستعمل اللغه الانجليزيه ولا نستخدم اللغه العربيه. اللغه العربيه مش عارفه تطلع لنا مصطلحات علشان نعبر بيها عن المفردات العلميه اللي معموله من 400 سنه ومن 300 سنه. حرام، لازم نشوف لنا حل في الحكايه دي، لانه اللغه وعاء الفكر، واذا كانت لغتنا مش قادره تعبر يبقى فكرنا هيبقى ضعيف، مفيش نقاش. نرجع بقى، انا بجرجركم لايه؟ لفكره المجالات، انه زمان كان الاتصال المباشر، وبعدين الراجل جاي يقول مجال. فالناس طيب قال لهم بصوا بقى المجال ده يحصل ازاي. تعالوا ناخد الارض كده كتلة، لو انا حطيت هنا كتلة اخرى هتحصل ايه؟ تروح على الارض، مش كده برضو ولا ايه؟ اهي رايحة على الارض، رايحة على الارض في اتجاه ايه؟ الخط ده، الخط ده وصل لغاية مين؟ مركز الارض. لكن بتقابل انت قبل ما تروح لمركز الارض بتقابل مين؟ سطح الارض، فتخبط فيه وتستقر عليه. لكن الاساس ان القوة الجاذبية دي شغالة لغاية مين؟ مركز الارض. فهي قوة مركزية. قوة ايه؟ مركزية. طيب خد الجسم ده واحنا في مصر اهو. لا احنا هنروح على البلد اللي جنبنا اهو. طب هنروح على اوروبا اهو. طب هننزل تحت عند مش عارف مين اهو كده. يبقى لو رسمنا الارض نستطيع ان نرسم خيوط او خطوط خارجة زي اشعة الشمس او اشعة الضوء اللي خارجة من مصدر، صح ولا لا؟ في كل الاتجاه. وكأن الأرض نشرة شعرها كده اللي هي الخطوط دي حواليها، مظبوط؟ قال الكتل بتتشد ناحية الأرض بهذه الخطوط اللي بتمثل الجاذبية الأرضية، عشان يفسر أو يقول فكرة المجال. يعني إيه مجال؟ فرسم المجال ده على إنه مجموعة من الخطوط محيطة بالأرض. حضراتكم الجسم البعيد قوي عن الأرض يتشد بقوة أكتر ولا الجسم القريب من الأرض؟ حضراتكم لو بصيتوا كده للخطوط اللي هنرسمها حوالين الارض هنجيبها من بعيد كده متباعده زي اشعه الضوء، ثم تقترب من الارض ايه؟ متجمعه اكتر، كثافتها تبقى قريبه بالقرب من الارض اكبر من كثافتها واحنا بنبعد عن الارض، فسمى دي كثافه الفيل او كثافه المجال. وكل ما زادت هذه الكثافه، كثافه الخطوط، كل ما تزيد الايه؟ القوه. قالوا له ماشي احنا موافقين. ادي الخطوط. طب بس الخطوط دي ماشيه في ايه؟ مش مقتنعين، الناس مش فاهمه، مش متصوره ابدا انه جسم يشد جسم من غير ما يكون بينهم وسيط. فافترضوا فكره عبقريه، انا مش عارف ان صديقتي رباب بتستعملها في زي الاذاعه المصريه طول الوقت، المذيعات والمذيعين سوف تستمع الى عبد الحليم حافظ على موجات اثير الشرق الاوسط. اثير مين؟ ده هذه فكره طرحت ايام نيوتن، ثم اينشتاين قضى عليها. طبعا ماكسويل الاول قضى على معظمها، على 99% منها، ثم جاء اينشتاين وقضى على 1% اللي باقي وخلصت فكره الاثير. فمن فضلك اوعي تقولي ابدا اثير الشرق الاوسط دي تاني، مفيش اثير يا جماعه. الايثر دي فكره طرحوها لان الناس ما كانتش متخيله ان الاجسام البعيده عن بعض تتفاعل مع بعض، فقالوا لازم يكون في وسط بينهم. طب الوسط ده ازاي؟ تعالوا بقى نكمل القصه. ننتقل بقى من الصوره الماديه اللي هي التفاعل بين الكتل
الى الصوره الموجيه الجزء الثاني من الكون. احمد قال لي ماده وطاقه، صح؟ طب اتكلمنا عن الماده، سكون الماده وحركتها، دوران الماده، كل ده ميكانيك، ميكانيكس، ميكانيك. يبقى الميكانيكا هي العلم او الفرع من الفيزياء المهتم بدراسه حركه وسكون مين؟ الماده تحت تاثير ايه؟ القوه. والقوه دي قد تكون قوه التصاق، نسميها ايه؟ او تلامس او اتصال او قوه مجال. وعندنا المجال في مجال التثاقل او مجال الجذب العام، ثم عندنا مجال ممكن تكون الجسم بتاعك مشحون كهرباء ف يجذب الجسم الاخر او يطرده، فايضا عندنا قوه مجال كهربي. الخطوط محيطه، قالوا لا لازم يكون في وسط، فالوسط ده سموه الايثر، سموه ايه؟ الاثير. وهي الحقيقه المذاعات ما بيقولوش الاثير خالص، بيقولوا الاثير، اثير بالسين، فدي برضو حاجه ما عايزين نصححها. لا مش بنقولها خالص. طيب انت ما تقوليهاش، انا عارف انك انت مش هتقوليها. الفكره الثانيه العبقرية بقى، انه اكتشفوا، انا مش عايز اخدكم في تفاصيل مملة بس هي مهمة، انا ام جوينج يعني هقفز عليها بعد اذنكم، بس انا عايز المح ليها برضو تعرفوها عشان عايز يقرأ يبقى عارف. فكرة المجالات انتقلت مباشرة الى وجود مجال كهربي حول الشحنات الكهربية، ثم إذا تحركت الشحنة الكهربية تخلق حولها مجال إيه؟ مجال كهربي ومجال مغناطيسي. والمجال الكهربي والمجال المغناطيسي متعامدين على بعض. يعني إذا كان المجال الكهربي بيلعب في الجرب في الناحية دي كده، رايح جاي كده زي اللي بيهتز كده، والمجال المغناطيسي بيهتز هنا كده، فيبقى الموجة بتمشي في اتجاه لفوق. إذا كانت لديك شحنة كهربية مستقرة فتخلق حولها إيه؟ مجال إيه؟ مجال كهربي ساكن. أما إذا تحركت الشحنة الكهربية فإنها تخلق مجالاً إيه؟ مصاحباً للمجال الكهربي، مجال إيه؟ مغناطيسي. يبقى الكهرباء المتحركة تعمل إيه؟ مغناطيسية. ده أورستيد، عالم مشهور اسمه إيه؟ أورستيد أفيزيست، راجل فيزيائي من المشاهير. شوية والعبقرية الفذة اللي اسمه فاراداي، هنري فاراداي ولا ميشيل فاراداي؟ ميشيل فاراداي. انا نسيت، بالرغم ان هو يعني من الناس اللي بحبهم في الفيزياء جدا. ميشيل فاراداي عمل ايه؟ عمل العكس، قال هو ممكن الكهرباء تيجي من المغناطيسيه. التجربه اللي كلكم يمكن سمعتوا عنها، جاب ملف صغير كده وراح موقع فيه مغناطيس فتح، هو طبعا ما وقعش المغناطيس وقع غصب عنه اصلا، فلقى انه القياس اللي بيقيس الكهرباء ده المتصل بالدايره اتحرك فعرف. فيبقى عندنا كهربيه تولد مغناطيسيه، ثم لدينا مغناطيسيه تولد ايه؟ كهرباء. فبقى عندنا هنا مجال كهربي مصاحب للمجال المغناطيسي، او مجال مغناطيسي مصاحب للمجال الايه؟ الكهربي. والحقيقه الشحنه اللي بتتحرك اللي بتعمل مجال كهربي تخلق معاها مجال مغناطيسي فينتشر، اسمه اشعاع. اسمه ايه؟ اشعاع. وهذا الاشعاع سمي بالمجال الكهرومغناطيسي. اشتغلوا على المجال الكهرومغناطيسي اللي سموها فيما بعد بالموجات الكهرومغناطيسيه، لان انا لازم ارجع تاني لاحمد سامر والكلمه اللي قال لي ماده وطاقه. ماده، قلنا ميكانيكا ونيوتن وفورس وقوة ومات، صح كده؟ التانية بقى طاقة. الطاقة دي اهو ضوء، والضوء ده عبارة عن ايه؟ حضراتكم لو قطعتوا الكهرباء دلوقتي ايه اللي هيحصل للضوء ده؟ هيختفي. الله، يعني احنا بناخد هنا مجال كهربي كهرومغناطيسي اللي هو بنمشي كهرباء، فتعمل لنا مجال كهربي يخلق معاه مجال ايه؟ مغناطيسي. ساعة ما عرفوا الضوء تعرفوا عليه زمان، لقوا ان الضوء زي الصوت بينعكس وينكسر. يعني ايه ينكسر؟ يعني هو ماشي من وسط لوسط يقوم مغير مسار، زي بالظبط لما حضرتك تكون سايق العربيه بتاعتك على طريق سريع وبعدين دخلت في الرمل، العربيه تقوم عامله كده، ما تفضلش ماشيه دغري. يعني لو جزء من العجل بتاع العربيه راح على رمل، العربيه تقوم عامله كده. فالضوء ايضا لما يتحرك من ميديم لميديم يغير، ده اسمه انكسار. يبقى عندنا انعكاس وانكسار،
وحيود. يعني ايه حيود؟ انا بتكلم هنا، لو في حد واقف في الصاله هناك في الطرف هناك عند التويلت كده هيبقى سامعني. ليه؟ لان الموجه الصوتيه اللي خارجه من عندي دي بتخبط في الحز بتاع الباب فتحيد. ده مش انكسار لانها في نفس الوسط. يبقى الانكسار لما انتقل من وسط الى ايه؟ الى وسط اخر. اما الحيود بيحصل فين؟ في نفس الوسط، لما الموجه وهي ماشيه تقابل جسم يعوق. بس المهم ابعاد الجسم تبقى في حدود كل موجه. حضراتكم عارفين ان ليها طول موجه، صح ولا لا؟ وطول الموجه يعني البديل بتاع التردد. طبعا كلكم حافظين دلوقتي التردد مش عارف بتاع المحطه الفلانيه كذا، والتردد التردد ده هو عدد الموجات اللي بتحصل في الثانيه. لو قسمنا عليهم سرعه الموجه يطلع لنا طول الموجه. فالمهم ان الموجه ليها طول، الطول ده لو في حدود الجسم اللي الموجه بتخبط فيه يحيد على طول الموجات الكهرومغناطيسيه اللي هي بتاعت اورستد وفاراداي. وبعدين ما هقول لكم الراجل بقى اللي هو زي نيوتن بالظبط في تاثيره في حياتنا لغايه قبل اينشتاين. لقوا الاتي، ان الضوء يحيد، لا الاول ينعكس وينكسر ويحيد ويتداخل ويستقطب. ويستقطب دي عملت 700,000 غنيوة، مشكلة كبيرة في الفيزياء. الموجات الصوتية لا تستقطب. يعني أقول لك يعني إيه استقطاب حالا؟ يعني حضرتك بتروح عليك أفكار في مصر، الاتجاه الديني والاتجاه الليبرالي الحر، وعندك الاتجاه الماركسي الاشتراكي، وعندك اتجاه، كل دي اتجاهات في مصر. انت اخترت مين فيهم؟ ما اعرفش، مش مهم، بس انت اخترت واحد بنوعه، انت اصبحت مستقطب. اذا من كل المتاح ليك اخترت شيء واحد؟ طيب بلاش. انا جيت ضيف عندكم فقلت لي تشرب ايه؟ ولا حد قال لي تشرب ايه ولا حاجه. تشرب شاي ولا قهوه ولا كوكا كولا ولا تاكل ايس كريم ولا عندي اختيارات كثيره، صح كده؟ In this case I'm unpolarized، أنا غير مستقطب. لكن لما أقول لحضرتك أنا عايز أشرب نسكافيه بتاع كل مرة يبقى أنا بقيت مستقطب. والكلام ملك يا جارة، ولا حد يعمل. يبقى ده أنا أصبحت مستقطب. الاستقطاب في الموجات مش بالطريقة دي، يعني الموجة الضوئية ما بتطلبش لا شاي ولا قهوة ولا بتاع ولا نسكافيه. اللي بيحصل إن كل موجة لها اتجاه انتشار وليها اتجاه اهتزاز. في الموجات الصوتية يهتز الوسط بالمنظر ده والموجه ماشيه، يعني الموجه تبدا من هنا تقعد تعمل كده في الوسط وتمشي في نفس الاتجاه. دي اسمها موجه طوليه او لونجيتيودينال ويف للي درسها باللغه الانجليزيه. اما الضوء فموجه مستعرضه. يعني ايه؟ يعني زي ما لسه قايل لحضراتكم، المجال الكهربي بيهتز هنا والمجال المغناطيسي كده والاثنين بينتشروا كده. طب مش ده بذمتكم عامل زاويه 90 درجه مع ده؟ وعامل 90 درجه مع الحيطه اللي قدامي دي، اه ولا لا؟ بقى اتجاه الانتشار متعامد على اتجاه الاهتزاز. اذا كان اتجاه الاهتزاز متعامد على اتجاه الانتشار فتكون هذه الموجه موجه ايه؟ مستعرضه. ترانسفيرس ويف. الخاصيه اللي انا قلت عليها من شويه الاستقطاب او البولاريزيشن هي خاصيه للموجات المستعرضه وليست خاصيه للموجات الطوليه. طيب اللي كانت الناس فاهماه وعارفاه وبتعرف تدرسه الصوت. ليه؟ لان الصوت كان بينتشر في وسط، والوسط مادي، والماده يبقى ايه؟ قوانين نيوتن، يبقى نيوتن يبقى ميكانيكا، صح كده؟ كلامي واضح ولا عايزين اصور لكم بقى واوريكم او رسومات؟ طيب بس شويه، بس ما ندخل في الريلاتيفيتي صعب الحكايه كده. طيب الموجات المستعرضه اللي بتهتز في اتجاه عمودي على الانتشار نستطيع ان نستقطبها. اقوله صح ولا مش متخيلينها؟ يعني ايه نستقطبها؟ حضرتك لو جبت كراسه كده ورحت فريتها كده مش بتعمل ورده؟ عارفين الورده اللي كنا بنعلقها زمان في البيوت المعموله ورق؟ تعمل مروحه، صح ولا لا؟ يبقى الكعب بتاع الكشكول ده اتجاه الانتشار، والورق دي اسمها مستويات الاهتزاز، كانه بيهتز كده وبيهتز كده وبيهتز كده وبيهتز. اقدر ارسم تخيلوا المسقط كده قدام، لو احنا جبنا الكشكول ورحنا فردينه كده حوالين الكعب بتاعه هيعمل لنا ورق عامل زي المروحة، صح ولا لا؟ كل مستوى من دول اسمه مستوى اهتزاز. اسمه مستوى ايه؟ اهتزاز. الكعب نفسه بيحدد مستوى الايه؟ الانتشار. تعالوا بقى ندخل بالوردة دي اللي هي مليانة مستويات كده 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 فوق وتحت وبالعرض وكل ده، وندخلها في وسط ما فيهوش غير فتحة واحدة. متخيلين؟
يعني انا هجيب الحزمه دي وامشيها كده في وسط في فتحه واحده، هيجي من كل المستويات دول هيجي واحد بس قصاد الفتحه دي، صح ولا لا؟ يبقى من كل المتاح لي الشاي والقهوه والنسكافيه والبتاع مش عارف ايه، اصبح مفيش غير الفتحه دي بس، يعدي كله يتحاش ويفضل مين؟ الموازي لهذه الفتحه. فالضوء ده يبقى اسمه ضوء ايه؟ ضوء مستقطب. مستخدم بقى طبيا، مستخدم في حاجات كتير، مستخدم في الميكروسكوبات، مستخدم في قياس السكر في الدم، مستخدم في حاجات كتير خالص. وفي نظارات الشمس. بمناسبة الضوء، أتكلم حاجة، نظارة الشمس لو بصيت كده ممكن تشوف اللي قدامك، لو عملت كده ما تشوفش الضوء. عشان الفتحة اللي أنا بقول لحضرتك عليها. الضوء المستقطب ده إيه علاقة ده بالنسبية؟ ما إحنا جايين بقى القصة هناخدها واحدة واحدة كده. الضوء المستقطب ده لما يجي يمشي في ميديوم في وسط، ما يبقاش الوسط ده، اسمعوا يا اولاد معايا، مستقطب الضوء. الضوء المستقطب لا يحدث الا للموجات، ما تردوا معايا، المستعرضه. انا بحب الناس تاخد وتدي معايا كده، المستعرضه. والضوء موجه مستعرضه لانه بيستقطب. يعني احنا استدلينا بالاستقطاب على ان الضوء موجه ايه؟ مستعرض. ولكن معلومه عند الفيزيائيين من زمان، من اكثر من 200 سنه، انه الاستقطاب لا يحدث في السوائل والغازات، لان الموجه المستعرضه لا يمكن ان، يعني الموجه المستعرضه لا يمكن انها تستقطب، لانه خدوا بقى هم عارفينها منين؟ من الصوت. الصوت وهو بيهتز كده في السائل يبقى جزيئات السائل بتطلع وترجع لورا، في الغاز اللي هو الهواء تروح وترجع لورا. لكن لو الصوت ده ماشي في وسط صلب، يبقى وانت بتهز الصلب ده كده بيقوم مجرجر الذرات بتاعته كده، لانهم كلهم متربطين مع بعض. الفرق بين الصلب والسائل ان كل جزيئات الصلب متربطه مع بعضها، اما في السائل فالرباط ضعيف. فلما انت تبقى رابط كره هنا وكره هنا بينهم سوسته، وكره هنا وكره هنا وبينهم سوسته، وبعدين رحت عامل سوسته كمان كده وعملت كره كده وكره كده، صح ولا لا؟ طب تعالى قرب دول من بعض، هيحصل ايه للسوستتين دول؟ هيتحركوا معاك ولا لا؟ يبقى الاجسام او المكونات او الجزيئات بتاعه الاوساط الصلبه بتتحرك لما الموجه الطوليه دي تمشي جواها فتبدا تهتز. اذا في السوليدز او في المواد الصلبه يتكون موجات مستعرضه، اما في السوائل والغازات لا تتكون ايه؟ موجات ايه؟ مستعرضه. ايه القصه دي؟ توديتنا بعيد قوي كده، بس بالراحه. احنا قلنا الناس ما كانتش متخيله ان الاجسام تتجاذب وتتنافر او تقرب من بعض الا ونظريه الا بافتراض وجود الايه؟ الايثر. طب ايه بقى خواص الاثير ده؟ ايه خواصه؟ ايه صفاته؟ هو ايه بالظبط؟ فقلنا لكم انه هم افترضوا الايثر، وبعدين قالوا الضوء بيمشي من الشمس لغايه عندنا، يبقى لازم يكون في ايثر او اثير من الشمس لغايه عندنا هنا، والضوء ده موجات مستعرضه، اذا مستحيل ان يكون الاثير ده ايه؟ احنا لسه قايلين اهو الموجات المستعرضه دي اللي بتستقطب دي عايزه مين علشان تمشي جواها؟ تبقى موجة. لازم يكون ماده صلبه، فلازم لابد ان يكون من صفات الاثير انه يبقى صلب. يا نهار ابيض، يعني احنا حضراتكم عايشين في كون صلب، وقالوا انه شفاف عشان يسمحوا لمين يمشي جواه؟ الضوء. خلي بالكم برضو الناس كانت بتكافح علشان توصل لنا العلم في الاخر، عشان تطلع العلم اللي احنا يعني بنستمتع بنتائجه دلوقتي. اذا دلوقتي هم افترضوا ان الكلام سهل ولا مستوعباه؟ طيب بقى شيل الحته دي يعني. قالوا ان الكون الكون مليان الايثر ده ممتد في الكون كله، لدرجه انه داخل اجسامنا احنا كمان البني ادمين والبتاع دي، ومتخلف داخلها وبين الذرات وبين الجزيئات في كل حته، عشان ايه؟ يفسر ان الضوء يقدر يوصل لغايه كل حته في الكون.
طيب فواحد من العلماء سألهم قال لهم هتجيبوا لنا عينة من الأسير ده ونروح ندرسه ونشوف ايه خواصه ده، مش هو صلب؟ طب اقطعوا لنا حتة، هو فين أزلط عشان يتقطع؟ طب هاتوا لنا حاجة. إذا فكرة القيسة خلي بالكم لأن دي مقدمة مهمة جدا أو جزء أساسي من عشان نتكلم عن النسبية. طيب الإيثر ده محيط بالأرض صح؟ افترض الأرض دي الدراع بتاع الراجل اللي بيعمل طعمية، عارفين البتاع اللي بتفرم الطعمية دي؟ مش معدوم زمان بتاع عاملينها زي اليد كده وتطلع حتة حديدة تقعد تلف، يعني ايه اللي بيحصل للطعمية؟ العجينة نفسها تلاقيها دي تلف تقوم تخلي العجينة ايه؟ تلف معاها، صح ولا لا؟ مظبوط؟ فالمفروض الأرض وهي بتلف تلفف الإيثر ده معاها، تلفف الأثير ده معاها، مش الأرض بتلف ولا إيه؟ ولا أنتوا لسه مع بتوع زمان؟ لا 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 عدينا عديتوا خلاص؟ بتلف يا جماعة، والله بتلف خلاص، ومش الشمس هي اللي بتطلع كده، ده هي الأرض اللي بتلف فإحنا بنشوف الشمس بتمشي كده. طيب بس على الله ما حدش يزعل مننا وإحنا بنقول الكلام. فالأرض وهي بتلف أو بتلف حوالين نفسها أو بتلف حوالين الشمس بتلف في الإيثر. إذا دلوقتي الإيثر مش هيتحرك لأنه قالوا إنه هو إيه؟ صلب صح؟ مش هيتحرك خالص. طب وبعدين في الشغلانة دي؟ قال لك لا بس أنت لما تيجي تتحرك كده يعني بالعكس، عارف لما نركب في العربية وبنبص على العمدان بتاع الكهرباء تلاقي هي اللي بتمشي مش أنت اللي بتمشي صح؟ فقال لك يبقى الأرض وهي بتلف الإيثر كأنه هو اللي ماشي، صح كده ولا لا؟ مظبوط؟ لف كده هو يمشي كده. طب تمام، تعالوا بقى ناخد مبدأ التركيب بتاع السرعات عشان ندخل على النسبية على طول. أنا لسه برضو يعني النسبية عايزة مقدمة لكن كل ده تاريخ مهم جدا. طيب يا سيدي، لو أنا راكب في عربية، العربية ماشية، بلاش عربية، قطر بقى عشان نعرف نوقف، أو في أوتوبيس، والعربية دي ماشية أو القطر ده ماشي، الأوتوبيس ده ماشي أو القطر ماشي بسرعة 100 كيلو متر على الساعة، لا بلاش كيلو متر، خلونا نتكلم بالإيه؟ نتكلم بالمتر على الثانية أسهل. ماشي بسرعة 10 متر على الثانية، ده مين؟ القطر. وسعادتك رحت قايم من الكرسي اللي أنت قاعد عليه وماشي جوه القطر بسرعة 2 متر على الثانية، الراجل اللي قاعد جوه القطر هيشوفك ماشي بسرعة كام؟ لا 2 متر على الثانية. لكن اللي قاعد بره 8 متر على الثانية. لا اصل انت مش ماشي عكس القطر، انت ماشي مع القطر جدع 10 على 10 يعني. اذا لو كنت ماشي مع اتجاه القطر جوه القطر يبقى سرعتك هتبقى كام؟ 12. الله الله، هنا بداية اللخبطة. خلي بالك بقى، انا عندي هنا 2 observers، 2 مراقبين، واحد جوه القطر واحد ايه بره القطر. اللي جوه القطر متحرك واللي بره القطر ساكن. ده شاف حاجه ان اللي ماشي معاه ب 2 متر على الثانيه، واللي بره شافه ماشي بكام؟ 8 10. اذا اختلفت المساله. طب لو هو ماشي زي ما الدكتور عمرو بيقول عشان ما نزعلش الناس اللي قالوا 8، لو هو ماشي عكس القطر هتبقى سرعته 8 متر على الثانيه. ده بالنسبه للمراقب الداخلي ولا الخارجي؟ الخارجي. اذا هنا في عدم اتفاق، خلي بالك اسمه مبدا التركيب في السرعات. اذا تحرك جسم وتحرك جسم تاني معاه جواه يعني، فالمفروض سرعته تبقى دي زائد دي. لو تحرك ضده وهو جواه زي ما الدكتور عمرو قال ال10 شلنا منهم الاثنين بقى كام؟ 8. اذا السرعه خلونا نسميها في ويو. لو انا جوه القطر اللي سرعته في ومشيت جوه القطر بسرعه يو في اتجاه القطر يبقى سرعتي كام بالنسبه للمراقب الخارجي؟ في زائد يو. ده اسمه مبدا التركيب في السرعات، the principle of superposition of velocities. superposition تركيب. انا بجتهد على فكره تركيب ده انا ما لقيتلهاش مصطلح، يعني انا بحاول اجتهد ان احنا او تركيب او تراكم. superposition. طب لو مشينا العكس هذا المبدا يقول لنا ان السرعه بتاعتك كام؟ في ناقص في ماينس يو للمراقب الخارجي.
وفي المراقب الداخلي انت فيه. نرجع بقى لمين؟ للأرض والأسير. الأسير محيط بالأرض والأرض بتلف حوالين الشمس وحوالين نفسها. يا سيدي خد أي حركة منهم خلاص وهي بتلف حوالين الشمس. هي ماشية ولا مش ماشية؟ يبقى اللي بيبص من على الأرض باعتبار أن الأرض هي الأتوبيس بتاعنا هيشوف إنه الأسير ماله بيتحرك. تعالوا نصدر شعاعين ضوئيين، واحد في اتجاه دوران الأرض، هيبقى مع سرعة مع الأسير ولا ضد الأسير؟ ضده. وواحد ضد سرعة الأرض هيبقى مع الأسير. يبقى في الحالة دي لما اجي اقيس سرعة الضوء الأولاني لازم يطلع بمبدأ التركيب هو سرعته زائد سرعة الأسير، صح ولا لا؟ ولا ماينس؟ احنا قلنا الأول ضده مع، اللي مع هيبقى ماينس واللي ضد يبقى ايه؟ بلس. ده بالسالب وده بالايه؟ بالموجب. فالمفروض انه يبقى عندي قيمتين لسرعة الضوء، الضوء الصادر في اتجاه دوران الأرض تبقى سرعته مختلفة عن الضوء الصادر من الجهاز بتاعي، وللجهاز بتاع القياس اللي هيقيس لي يقيس لي قيمة تانية وأنا بشتغل ضد، بتنقل ضد حركة دوران الأرض. عملوا الحكاية دي مرة واثنين وعشرة يطلع السرعتين قد بعض. بلاش دي. تخيلوا العلماء زمان قال لك تصور انك قد ركبت صاروخا كونيا، وكمان الصاروخ الكوني ده ليه كشافات زي كشافات العربيه بتاعتك، ورحت ضارب شعاع ضوئي. هو ليه خد الصاروخ؟ لان الصاروخ بيجري بسرعه كبيره قوي. ما الناس كانت بتقول ايه؟ مش واخدين بالكم ان سرعه الارض بالنسبة لسرعة الضوء تعتبر ولا حاجة، كلام فارغ ما أثرتش. فقالوا لا، طب افترض انك انت راكب صاروخ كوني بيجري بسرعة كبيرة جدا تقترب من سرعة الضوء، افترض انها قد سرعة الضوء، وان كان ده تهبيل يعني، بس احنا بنقولها 0.99 يعني فاصلة 99 حاجة قليلة جدا، حاجة الفرق بينه وبين سرعة الضوء قليلة جدا. فالمفروض في الحالة دي لما اجي اقيس سرعة الضوء لو في مستقبل قدامي يلاقي لي ضعف سرعه الضوء، صح ولا لا؟ يقيسوا يقوم يلاقوا ان هي نفس سرعه الضوء. اللي قاسها مين؟ ماكسويل. جدع، مين اللي قال ماكسويل؟ لانه ماكسويل ده صاحب النظريه الخاصه بانتقال او بانتشار الموجات الكهرومغناطيسيه. والموجات دي اسمها الماكسويل ايكويس. حضراتكم اذا كان We are living in the Newtonian time، بس عشان نيوتن عمل ميكانيكا وكالكلس، عمل الميكانيكا وحسابات التفاضل والتكامل. الاختراع اللي اخترعه علشان الفيزياء محتاجاه، لأنه كان قدامه معضلة فيزيائية عايزة تتحل، ففضل يفكر بعمق لغاية ما عمل التفاضل والتكامل. إذا التفاضل والتكامل ودي يمكن الفرع الوحيد في الرياضيات الذي لم يأتي من عند الرياضيين، وإنما جاء من عند الإيه؟ الفيزيائيين. لأنه كان مرتبط بمشكلة حقيقية عايزين يحلوها. ده الركن الأكبر أو الأول في أركان المؤسسة العلمية، قوانين نيوتن الخاصة بحركة مين؟ المادة ولا الطاقة؟ المادة. وإيه اللي بيحرك المادة ويوقفها ويسرعها ويبطئها؟ قوة. ومادة وقوة وكوزاليتي، سببية، كوز اند افكت يعني التأثير والنتيجة، انعكست على الفكر الإنساني على فكرة وخلقت حركات استعمارية. كون جيش جرار وروح اقهر اللي قدامك، ما هي دي الفورس. تعمل ايه في المادة؟ كان كله تفكير مادي. ثم النظرية السياسية العظمى اللي ظهرت على ايدين الراجل اللي بيقولوا عليه بتاع وكأنه مرادف لشيء شيطاني اسمه ماكيافيلي، في حين انه لو قريته هتجد هذا الرجل افيزيست بس فيزيائي للحاله العامه للمجتمع والسياسه. تلاقي فكره هو جاليليو، وتلاقي فكره هو الميكانيكا بتاعت نيوتن. عارفين يعني ايه ماديه؟ طب فهمتوها خلاص دلوقتي، انه ماده ماتر وقوه. نرجع بقى
للموازي ليها الطاقة. حين تنتشر الطاقة وتنتقل الطاقة فإنها تكون موجات، صح كده؟ الموجات يا إما موجات ميكانيكية محتاجة إلى وسط للانتقال فيها، ودي زي موجات الصوتية. وفي موجات بقى اللي بتنشأ من المجال الكهربي يعمل مغناطيسي، والمغناطيسي يعمل كهربي، بتعمل لنا موجات الكهرو إيه؟ مغناطيسي. مين أشهرهم؟ اللي احنا عايشين فيه على طول، الضوء. الضوء أوله غير مرئي وآخره غير مرئي. إيه أول الضوء؟ This is called light. ده اسمه الضوء. أوله إيه؟ Ultraviolet، موجات فوق بنفسجية. آخره إيه؟ Infrared، موجات تحت حمراء. وما بينهما بقى الفايلوت اللي هو البنفسجي، ثم الأزرق، ثم الأخضر، ثم الأصفر، ثم الأحمر، وما بعد الأحمر تحت الأحمر. لا تحت الأحمر بيتشاف ولا فوق البنفسجي بيتشاف، الاثنين ما بيتشافوش. طيب لو أنا رحت شايل العدسة بتاعت عين بني آدم، حضراتكم في حد عامل كاتركت هنا؟ أنا عامل كاتركت، بس زمان كانوا بيشيلوا العدسة خالص، دلوقتي بيركبوا لنا عدسة مكانها. اللي بيبقى عامل عملية الكاتركت اللي هي الماء الايه، الابيض ولا الازرق ولا الماء البيضاء ولا الماء الزرقاء؟ بيضاء. لما نشيل العدسه تشوف انت في الالترا فايلت، تشوف صور متكونه بالالترا فايلت. بس تقول لي يا شكلي انا ما اعرفش، انا عمري ما شفت الالترا فايلت ولا انت شفت الالترا فايلت، فما نقدرش نوصفها لبعض. ممكن نتواصل او نكوميونيكيت عن صوره متكونه بال تحت تحت الحمراء. اقول لكم ممكن نعمل بيها صور، الكلام ده برضو تبع موضوعنا، والالترا فايلت ممكن نعمل بيها صور، بس العين ما بتشوفش لا ده ولا تشوف ده. ممكن نشوف لو احنا شلنا العدسه. نرجع لموضوعنا، هذه الموجات الكهرومغناطيسيه تحتاج طبقا للنظريه القديمه الى وسط للانتقال فيه، فافترضوا وجود الايه، الاثير، اللي هي الفكره القديمه اللي بدات مع نيوتن علشان يفسروا القوه ازاي الاجسام تتفاعل مع بعض القوه. ثم تتطور فكرة الإيثر إنها مهمة جدا وضرورية عشان نفسر انتقال الضوء من الشمس لغاية الأرض. ثم تكون فكرة إن الموجات الكهرومغناطيسية مستعرضة، فالضوء مستعرض، موجات مستعرضة أو ترانسفيرس ويفز، يبقى لازم يكون الإيثر ده سوليد. فسألنا السؤال، هتقولنا عينة ندرسها، ما فيش. طيب بعد كده في إيه؟ بعد كده في الراجل اللي خد المعادلات اللي اشتغلها، فاراداي ولينز وامبير، لمنا كل المعادلات دي المشهوره باسم قانون لينز وقانون فاراداي وقانون امبير. دي قوانين موجوده في علم الكهرومغناطيسيه، لمهم مع بعض وعمل لنا اشهر معادلات تفاضليه في تاريخ الفيزياء، اسمها معادلات ماكسويل. معادلات مين؟ وماكسويل له في حق عند البشرية زي نيوتن بالظبط، انه حط لنا النظرية الخاصة بالموجات الكهرومغناطيسية. والضوء مال موجات كهرومغناطيسية، فمعادلات ماكسويل حسبت سرعة الضوء، فطلع 3 وقدامها 8 أصفار، متر في الثانية. ده بحسبة مين يا جماعة؟ بحسبة ماكسويل. بحسبة مين؟ ماكسويل. طب قيس يا عمنا، مين اللي كان بيقيس؟ اللي عمل التجربة بتاع يبعت الضوء ويجيبه ومش عارف ايه، كان اسمه مايكلسون. كان اسمه ايه؟ مايكلسون. عمل التجربة يقيس سرعة الضوء والارض، وهو بيبعت الضوء مع الارض، مع حركه الارض، وهو بيبعت الضوء ضد حركه الارض. ومع هذا كان يجد ماكسويل دايما ان سرعه الضوء 3 وقدامها 8 أصفار، ولا تتاثر سرعه الضوء بان هو بيبعت الضوء مع ولا ضد. وقانون التركيب بتاع السرعات اصبح قانون ايه، عاجز، وما بيشتغلش في الحاله دي مع سرعه الضوء. نحن امام معضله، هذه المعضله كان لابد من البحث عن حل. ان الضوء سرعته ثابته، ماكسويل بمعادلاته قال لنا انه الموجات الكهرومغناطيسيه يمكن ان تنتشر في الفراغ، يعني ما جابش سيره ايه؟ يعني عشان كده بقول لكم ماكسويل بمعادلاته قضى على 99% من فكره الايه؟ الاثير، ما فيش اثير.
ثم بعد كده جاء اينشتاين ما جابش سيره الاثير ده خالص، ومن سنه 1905 الى الان وقد انتهى الاثير بغير رجعه الا في محطه الاذاعه المصريه. انا بستاذن حضراتكم ناخد بريك نشرب فيه حاجه وبعدين نرجع تاني.